ايه حكاية بنت البلد دي؟ ادوار بنت البلد اللي انت بتاخديها كتير؟ لان انا بنت بلد. بنت بلد صميمة؟ انا تربيت في شبرا، حبيت شبرا جدا، اتعلمت منها حاجات كتير قوي، تعلمت منها اصول، تعلمت منها قيم، تعلمت منها حاجات كتير قوي فادتني في حياتي دلوقتي كمان يعني. فانا فخوره جدا ان انا من شبرا. وانت فعلا حاسه ان انت بتمثلي شخصيه او ملامح البنت المصريه؟ يعني بنتوقف قدام ادوار كتير، قمر السماحي، يعني بنتوقف ملامح بنت الشارع المصري. هل انت حاسه ان انت فعلا دي من المفاتيح اللي فتحت لك باب النجاح في الفن؟ لا، انا يعني انا ما قصرتش بسبب الحكايه ديت. هي اللي جالي دور قمر، ويمكن قمر هي بشخصيه قمر السماحي هي اللي ادت الطباع دوت. لان قمر السماحي كانت في حي شعبي مع مختلف بقى، مامتها سماسم العلمه وباباها القهواجي، ففي حاجات كتير منها معايا انا يعني، في حاجات كتير قوي بعيد بقى عن الاجتماعيات بتاعتها، هي عايشه ازاي مع اب ازاي مع ام ازاي. لكن في ايه اللي منها معايا اللي هو الشارع، ازاي الجيران تبقى لبعضيها، ازاي ان انا لما اقول كلمه ابقى قدها، ازاي لما حد يعكسني في الشارع اوقفه عند حده او اطنشه او اتعامل بجد، اللي هو بمعنى يقول لك البنت دي راجل يعني ما تخافش عليها، مش لازم يبقى معاها حد عشان يوصلها. وانت فعلا راجل؟ انا راجل. رجل في تصرفاتي. يعني انا كمان بحب الست اللي هي تصرفات راجل يعني. يعني يمكن الراجل معروف عن الرجل اللي هو لما بيتكلم كلمة ما بيرجعش فيها، بينفذ، بيعمل حاجات كتير بجد. فلما يتقال على ست او بنت ان هي تفكيرها او اسلوبها لا البنت دي جدعة او راجل، يبقى هي بنت يؤتمن عليها. افهم يعني ان الستات ما يؤتمنش؟ لا ده احنا هنتخانق. لا 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 مش هنتخانق. في طبعا انتوا فرحانين قوي ان ايوه. لا طبعا البنت كلام رجاله يعني. يعني البنت في يعني كلام الستات مش موثوق بيه؟ لا البنت اصلا بتبقى دلوعه أيوة. وجميله ورقيقه وقطه، فلازم حد ياخدها كده ويوديها المكان ويرجعها تاني ويخاف على بسكوتايه يعني. انا من صغري ما كنتش بتعامل كاني بسكوتايه. طب انت ايه؟ يمكن ناشفه شويه، او يمكن ده من برايا، امال من جوايا بسكوتايه. انا نفسي اتعامل كبسكوتايه. انت عايزه تتعاملي لكن الظاهر اللي هو نفسك تتعاملي كبسكوتاي طبعا. وبتتعاملي ولا لا؟ احنا عارفين ان انت متزوجه من رجل اعمال هشام الشلقاني، وانت عروسه جديده. لا بقالي سنتين. امال كل ما نشوفكم نفتكركم لسه متجوزين جديد. يعني الحب مشتعل. الحمد لله يا رب. يعني هي كانت امنيتي ان انا اتجوز واحد بحبه قوي، اخلف من بني ادم بحبه قوي، ان هو انا ما كنتش عايزه اتجوز بالخطبه ولا عشان هو هيجيب لي عربيه ولا عشان يجيب لي فيلا فعشان كده اتجوزه. لا انا اتجوزت واحد مقتنع بيه جدا، حبيته قوي، عشان كده لحد دلوقتي بيفتكرونا ان احنا في شهر عسل. يعني انت في شهر عسل؟ انا في شهر عسل على طول. بس احنا سمعنا كده ان يوم عسل ويوم بصل ساعات. اللي هو يعني ده حقيقه يعني؟ ما هو اللي هو لازم ده الفلفل والملح اللي هم بيقول عليه، بس ما بتتعداش اللي هو مناقشه ما بيني وما بينه، اللي هو باحترام قوي وبود جدا، ما بتطلعش ما بين بيتنا بره يعني. بيتنا ما بتطلعش. بس في يوم عسل ويوم بس؟ طبعا. ولا ايام عسل ويوم بس؟ انا هزق لو عسل كله هزق، فلازم يبقى بصل وعسل.
انت ما عملتيش فرح؟ لا ما عملتش فرح. وما لبستيش عروس؟ ما لبستش عروس. طب مش ده حلم كل بنت؟ انا هقول لك ليه. هي الظروف جت جوازي وانا بعرض دستور يا سيادنا. ايوه. فانا عندي مسرح فما ينفعش اطلع من على الكوشه اقول لهم لو سمحتي يا جماعه انا عندي مسرح يلا عيشوا بقى مع جوزي وانا اروح المسرح. فانا او أنا يستنى على او يستنى لحد ما ينفعش خالص هيبقى يقولوا عليا ان انا مجنونه. فانا لبست فستان الفرح بكل انواعه في المسلسلات والافلام وعلى المسرح 3 سنين كل يوم بلبس فستان الفرح. فكانت امنيتي يعني انا شويه مش مجنونه انا دايما خياليه جامد جدا فكان نفسي اتجوز ببدله جينز. بدله جينز؟ اه. فاتجوزنا انا وهو كمان كان نفسه يتجوز بدله جينز اللي هما فاتجوزنا بدل جينز. لا كان ناقص الموتوسيكل فعلا. بتسقفي انت لازم يعني لازم في ماما هنا مش عايزه تعمل فرح. لا اصل انا هقول حاجه الفرحه بتبقى للزوج والزوجه فقط لا غير. يعني انا حضرت افراح الاقي العريس والعروسه قاعدين متكتفين يا عيني والمعازيم شفتي لابسه ايه ولا مكياجها ولا الملبس ويا اختي عامله البوفيه عامله ده فين ويقعدوا يعملوا كده. يعني حسيت ان احنا قاعدين عشان الناس دي تتكلم علينا مش عشان يفرحوا معانا واحنا فرحتنا تاني ويتخنق من الجرافاته وابقى انا عايزه اروح حاجات غريبه جدا. يعني انا فرحت فعلا انا يومها كان راس السنه ويوم جوازي واحلى فرحه بس كنت لوحدي واحساسي ان جمهوري عارف جوزي دلوقتي في راس السنه وكل الجمهور عارف ان ليله زفافي النهارده وجاب اعرض لهم. وفي اللحظه ديت اللي الساعه دقت 12 بالظبط كنت في فستان فرح في المسرحيه بالملي. يعني كانت سعادتي حاجه ثانيه خالص في المسرح. في المسرح والجمهور هم المعازيم والجمهور هو بس المعازيم بس دافعين تذاكرهم. اه طبعا. ما قالوش بقى بوفيه ولا حاجه. جايين دافعين. هاي عيني والام والاب يبقوا ميتين بره. آه. ايه الشيكات ولا دفعت شيك البتاع. يا نهار ابيض والحاجات والفرقه. آه. عمرو دياب ليه ما جاش ده انا دافعه له حقه واخس عليك مش صاحبك دوت فليه اتوتر. يعني انا ما نعيش حياتي حلوه قوي بيقولوا العريس للعروسه والجري المتعيز باين ولا المثل الشعبي المثل عريس والجري المتعيش. فانت العروس للعريس والتصفيق للجمهور بس مش متعيش.